أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوهران بشرطة الطريق عبر الطريق المحيط الخمس، بحيث تم توقيف شاحنة من نوع إسيزي كانت قادمة من اتجاه بير الجير نحو بلدية الكرمة، وعند تفتيشها تفتيشا أمنيا تم العثور بداخلها على 148.8 قنطار أعلاف مواشي مادة الذرة بدون فاتورة. بعد التعمق في التحقيق تم رفع 4 جنح ضد صاحب السلعة، إعادة بيع مواد أولية موجهة للتحويل على حالتها الأصلية، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل، تحرير فاتورة وهمية ومزيفة، عدم الفوترة. على الفور تم حجز المحجوزات واقتياد صاحب السلعة إلى مقر السرية من أجل مواصلة التحقيق.